وكييف تطالب الغرب بأن يعتبروها حقل تجارب. موسكو تلجأ لخطة تمنع هجمات الأوكران، وأوكرانيا تواصل هجومها على الأراضي الروسية وتعلن انتهاء المرحلة الأولى للهجوم المضاد. فما هي النتائج؟ وروسيا تضع خيارين لإنهاء الحرب، فهل حان وقت السلام؟ والناتو يضم أوكرانيا ولكن بطريقة مختلفة، وهجمات سرية لقوات بوتين تخلف مئات القتلى من جنود كييف خلال يوم واحد. المقاومة الفلسطينية تعلن عن مفرمة لحم، وجيش الاحتلال ينسحب بشكل عاجل، والسعودية لإيران. هذه أرضنا ولن نفرط بشبر منها. واليمن يصرخ في وجه السويد وإسرائيل. لندن تدخل حلبة المواجهة. الغرب سيواجه روسيا حتما، هكذا تعلم الدول الغربية ونعلم نحن وتعلمون أنتم، وهذا ما تقوله موسكو على الدوام. لينقلب السحر على الساحر وتنقلب الآية، فالغرب هو من يطالب بالمواجهة هذه المرة. ما الذي استجد فجأة ليطلب توبياس الحرب ضد الدب الروسي؟ المواجهة تقترب أكثر فأكثر، وهنا كاد جندي بريطاني يدعى ألكسندر غارمس ريزي أن يشعل الحرب بين روسيا وبريطانيا، حين غادر مركز خدمته ليذهب للقتال في أوكرانيا. عندها قررت لندن سجنه بحسب صحيفة ذا ميرور. وأما حلف الناتو فقد أشعل التوترات مع موسكو بشكل غير مسبوق، حيث قرر الحلف إنشاء مجلس أوكرانيا الناتو الذي سيعقد اجتماعه الأول في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في 12 من يوليو، في اليوم الثاني من قمة رؤساء الدول وحكومات الحلف. ومن الحرب الباردة إلى المعارك الدامية على الأراضي الأوكرانية، هنا أعلنت الدفاع الروسية تحييد أكثر من 700 عسكري أوكراني على هذه الأرقام المرعبة، فيما أعلن قائد وحدة مدفعية في الجيش الروسي عن التصدي لهجوم أوكراني قرب سوليدار في جمهورية دونيتسك، وتدمير مدرعتين والقضاء على الجزء الأكبر من قوات كييف التي حاولت تنفيذ الهجوم. ليأتي الرد الأوكراني فورا، وذلك بإعلان الجيش الأوكراني عن تدمير تشكيل عسكري روسي في ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك على خط المواجهة الأمامي. وأفاد مسؤولون ووسائل إعلام روسية بمقتل مدني وإصابة 41 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا. لتواصل قوات كييف هجماتها على الأراضي الروسية، حيث قال حاكم كورسك وبلغرود في روسيا إن المنطقتين تعرضتا لنيران من أوكرانيا عبر الحدود. وأعلن حاكم بلغرود وقوع هجوم على بلدة فالويكي. لننتقل إلى وقائع الهجوم الأوكراني المضاد. وبعد استعادة حوالي 100 كيلومتر من الأراضي التي كان يسيطر عليها الروس، يعني كل هذا الدعم كسرت روسنا بالهجوم المضاد، وفي النهاية 100 كيلو صامت وفطرت على بصلة. لنكمل، هنا كييف تعلن عن الانتهاء من المرحلة الأولى لتبدأ المرحلة الثانية من الهجوم، ليؤكد الأوكران أنهم لن يمكنوا روسيا من السيطرة على البحر الأسود. الأراضي التي تتحدث كييف عن استعادتها هي حول باخموت وأطراف زبروج، كما دخلت القوات الأوكرانية إلى نهر دنيبرو الذي يبلغ عرضه 5 كيلومترات. لكن موسكو تنفي وتقول إنها أفسحت المجال للأوكران في بعض المناطق كي تستدرجهم نحو فخيا ويتم محاصرتهم وإبادتهم. برأيكم أي الطرفين يقول الحقيقة؟ سنترك الإجابة لكم، وسنتركها بعد ذلك للأيام والأشهر القادمة، فهي كفيلة بإظهار الحقيقة. وهنا لجأت موسكو لخطة تكتيكية لتخفيف حدة العمليات العسكرية الأوكرانية والهجوم المضاد، حيث قالت الاستخبارات البريطانية إن الجيش الروسي كثف من استخدام حقول الألغام المضادة للدبابات أكثر مما تنص عليه العقيدة العسكرية للاتحاد الروسي، وذلك بهدف إبطاء الهجوم الأوكراني المضاد. وكأن موسكو تقول لن تحققوا شيئا من هجومكم المضاد سوى انفجار الألغام التي زرعناها. لكن أوكرانيا لا تبالي بالخسائر، وها هو وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف يقول في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن بلاده
أنه تعتبر ميدان اختبار مثالي للأسلحة الغربية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تخيل ساحة اختبار أفضل من أوكرانيا لمؤسسات الصناعة العسكرية في العالم. فيا لا رحابة صدوركم أيها الأوكران، أتقبلون بوضع أنفسكم حقلا لتجارب الغرب؟ عن أي طلب نتحدث؟ ريزنيكوف عاد واعترف بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية يمكنها إحباط وقمع صواريخ هايمرس والصواريخ الغربية الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS. إذن فما فائدة تلك الصواريخ مدام تحييدها أصبح بالأمر السهل؟ فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بوضع متفجرات في منشآت محطة زابوروجيا الذرية، مضيفا أن ذلك ربما لمحاكاة توجيه الضربة إلى المحطة، أو ربما لديهم سيناريو آخر. ليرد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات صحفية قائلا إن الوضع متوتر للغاية، والتهديد بشن عمليات تخريبية من قبل نظام كييف خطير ومرتفع للغاية، ويمكن أن يؤدي التخريب إلى عواقب كارثية. وهنا وضعت موسكو خياراتها لإنهاء الحرب، حيث قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن إنهاء أي حرب بسرعة يكون عبر خيارين، هما اتفاقية سلام أو استخدام الأسلحة النووية، متعمدا بذلك تذكير العالم بإنهاء أمريكا للحرب في اليابان بقنبلتي هيروشيما وناغازاكي. فهل تنهي موسكو حرب أوكرانيا بالنووي أم ستقبل كييف بالسلام؟ الأحداث والتطورات. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال تبادل إطلاق للنار أثناء انسحابه من جنين، فيما قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: نبارك لمخيم جنين ومقاومته نصره وإنجازه على الجيش الإسرائيلي، ومرة أخرى يهزم مخيم جنين جيش الاحتلال. نشرت وكالة رويترز مقطعا لتجمع حشود في العاصمة اليمنية صنعاء للتنديد بحرق نسخة من المصحف الشريف على يد عراقي في السويد، كما رفع المحتجون أعلاما فلسطينية تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين. نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الخارجية القول إن ثروات المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة للغاز بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، أي أن إيران ليس لها أي ملكية فيها